بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا فضيلة الشيخ على هذه الدعوة الكريمة، وشكرا لكم على حضوركم. جملتم هذا اللقاء بحضوركم. أسأل الله أن يتقبل منكم ومنا صالح الأعمال، وأن يجعل هذا اللقاء شاهداً لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عنوان المداخلة كما أعلمت وكما تعلمون عن أثر القرآن في بناء الإنسان والمجتمع. ربنا عز وجل أنزل الوحي الطاهر لهداية الناس إلى سواء السبيل. رب نزل القرآن للفائدة نتاع البشرية، لفائدة جميع الكائنات. هو اللي قال في سورة الإسراء الآية التاسعة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. آية تلخص مقاصد هذا القرآن وتلخص حياة الإنسان في ظل القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. مهما كانت عقول البشر تكون قوية وعالية وفاهمة، ما يقدرش واحد يقول أن بعقله يدرك وجه المصلحة في كل شيء. قلت أنا عندي عقل، عندي الميزان في عقلي، أمور تاع الدنيا في التجارة، في الاقتصاد، في الاستثمار، في إدارة الأموال، في الحياة الأسرية، في الحياة الاجتماعية، يقول لك عندي عقل. أولاً هذا العقل من الله، ربي هو اللي أعطاه. الشيخ فاتح ربي جزي خير كي قال: شكر ربي، حمد ربي على كل النعم، وأفرد نعمة الإسلام. لماذا؟ لأنه إذا كان واحد عنده كل النعم ولكن ما عندناش الإسلام، مشكلة نعيشوا ناكلوا نشربوا نكبروا نموتوا. علاش ربي قال في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم، اكتمل، وأتممت عليكم نعمتي. ربي اسمه نعمة. بعدين قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونقرأ في سورة الفاتحة في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. ولكن واش من الصراط هذه؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ شكون؟ ما على بالناش. نقرأ البيان في سورة النساء في الآية 69: من النبيين، ها هما أربعة أصناف، والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن ربي قال إن هذا القرآن يهدي. عقول البشر وحدها لا تكفي لمعرفة وجه المصلحة في جميع مجالات الحياة، فنحتاج إلى النقل، نحتاج إلى الوحي. لذلك رب سبحانه نزل هذا القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان تبعناه نحقق مصالحنا الفردية، ونحقق توازننا
ونحقق استقرار الأسرة ونحقق تماسك المجتمع، بل نحقق مقتضيات الاستخلاف فوق الأرض، نبني حضارة، حضارة تزرع السعادة للشقاء، حضارة تبني ولا تهدم، تجمع ولا تفرق، ترفع ولا تضع. ثم أن هذه الأمة كأمة مطالبة بتحقيق شهادتها على الناس، خطر بشرف أمة الإسلام، شرفها، قال في سورة البقرة الآية 143: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، علاه؟ لتكونوا الشهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نروح مباشرة نبين أربع مجالات اللي تهم الإنسان وتهم الأسرة وتهم المجتمع، كل واحد يلقى روحه، انطلاقا من الآية 9 من سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي، هذا القرآن يهدي لوين؟ للتي هي أقوم في المجال العقدي الإيماني، باش نمنو بربي وحده، هذه مهمة. إذا كان الإنسان مليح ويعرف صلاحه وكذا، إذا كان ما يعرفش ربي يضيع. لازم أول حاجة يعرف ربي ويوحده ويامن به. جميع الأنبياء وجميع الرسل جاءوا بهذا الأصل الأصيل. نقرأ في سورة الأنبياء الآية 25: ربي قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى نوحي، قراءتان: أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جميع الأنبياء اللي بعثهم ربي سبحانه كلهم جاءوا بهذا الأصل: ربي واحد ما عندوش شريك، إياك نعبد وإياك نستعين. متفاهمين؟ في سورة البقرة نقرأ الآية 255 آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره. اللي بعدها الآية 256: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وبعدين: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ربي واحد، النتيجة: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. سلك اللي شد في ربي، سلك. متفاهمين؟ بسم الله ما شاء الله. هذه مسألة أساسية يحتاجها الإنسان باش يحقق التوازن نتاعو في الحياة، زيد باش يعرف ربي، باش يسمع لكلام ربي، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. كاين المجال الثاني اللي هو المجال التعبدي، العبادات. يقدر واحد يقول: أنا أؤمن بربي، تخصني غير الصلاة والزكاة ورمضان والحج، الحج غادي اللي يقدر عليه. ويقدر يقول لك: أنا قلبي بيض، ما يخصني والو، ندير الخير، نعاون الفقراء، المساكين، اليتامى، تخصني غير الصلاة واسمه ورمضان والزكاة والحج. مشكلة، أنتم عارفين صلينا على الناس ما يصليوش، كما رانا قاع صلينا على الناس ما يصليوش. علاش نقول هذا الكلام؟ لفت الانتباه من باب وذكر، هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا. لذلك تأتي العبادات وعلى رأسها صلاة، وهي عماد الدين. في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس ركائز، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعد لا إله إلا محمد رسول الله تأتي الصلاة، أقيموا الصلاة، هكذا ربي قال في القرآن: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخره.
طيب إذن العبادات، العبادات هذه يا خوتي مهمة جدا جدا، عندها بعد نفسي، بعد سيكولوجي، بعد اجتماعي، بعد اقتصادي كما الزكاة وكذا، عندها العبادات مفيدة جدا. لذلك ربي سبحانه قال في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية جت رقمها رقم 56 من سورة الذاريات، بعد ما ربي خلق بعقول البشر باش يتدبرون يتفكرون يتأملون، لازم يوصلوا بلي ربي واحد وكيعرفوا لازم يصليوا يعبدوا ربي. وهكذا نقرأ في سورة الذاريات الآية 7: والسماء ذات الحبك. الآية رقم 20: وفي الأرض آيات للموقنين. كيقول ربي هكا ماشي غير اللي يقرأ، اللي يقرأوا الفلاحة لاغرونومي ولا لاجيولوجي علم طبقات الأرض، كاع كاع. وفي الأرض آيات للموقنين، الآية 20. الآية 21 تقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ماشي حتى تولي بسيكولوج ولا وحدك، برك توحد ربي في الخلق نتاعك، في هذا اللسان الذي يتكلم، في هذه الأذن اللي راهي تسمع وتميز بين الأصوات، هذا العقل، هذا اليد، هذا الرجلين. سبحان الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الآية 22 ربي قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. لو كان عيشوا مع صورة واحدة برك كافية، حتى توصل الآية رقم 50 واش يقول ربي فيها: ففروا إلى الله. سبحان الله، المكان نتاعها سواسوا، الهربة تسلك. كي تقرأ الآية وتفهمها وتتدبر يجيك واحد الخوف، وين تروح؟ تهرب عند ربي. ربي قالك في الآية 50 ففروا إلى الله. الآية 55 واش يقول؟ وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. الآية 56 ربي قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بين قوسين حتى الجن استعرفه، ماشي كامل كما زريعتنا، كاين المؤمنين كاين الآخرين. سورة الجن تقرأوها كامل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا، وش قالوا؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي، يهدي شفوا عليها، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. مش يستعرفوه، هو الجن يستعرف، هو كاين من الإنس اللي يقول لك لا لا ما نستعرفش، كاين سبحان ربي يهديهم ويهدينا، نسأل الله الهداية للجميع. نرجع إذن هذا الجانب التعبدي، العبادات في حياة الإنسان، في حياة الأسرة، في حياة المجتمع. نروح ثالثة، الجانب الثالث اللي هو الجانب التشريعي. وش معنى الجانب التشريعي؟ هذا مهم، معناتها التشريعات، القوانين، صح؟ نقدروا نمشيو بلا تشريع؟ ما نقدروش. ربي اللي قال في القرآن في سورة الجاثية، شفوا عليها الآية 18، قال: ثم جعلناك على شريعة، شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والشريعة راهي موجودة، أقرأ نعطيكم بعض الأمثلة على سبيل التمثيل. كي تقرأ مثلا في سورة البقرة، هي أطول آية، أطول سورة في القرآن، شحال عندها الآيات يا شباب؟ ماشي الأئمة، عدد آيات سورة البقرة، أنت يا أرفع صوتك، 286، عندك 10 على 10، ناجح. اللي سورة آل عمران اللي بعدها شحال عندها آية؟ ماشا 210 على 10، راهم كاع مجتهدين الشفات حنا، الله يبارك. هاو سورة البقرة فيها تشريعات كثيرة. نقرأ مثلا الآية 275
تقول وأحل الله البيع وحرم الربا، عص روحك. البيع والشراء الله يعينك، البيع والشراء الله يعينك. راهي تقول لك سورة المائدة الآية الأولى، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ديروا لي زافير نتاعكم العقود، البيع والشراء، المرابحة، المضاربة، التجارة، عقود الإيجار، الله يعينكم. ولكن حذاري الربا، الربا حرام. وأحل الله البيع وحرم الربا، متفاهمين؟ وبعدين هذه الآية 275، الآية 282 هي أطول آية في القرآن. كيفاش تبدأ يا شباب؟ يا أيها الذين، 10 لا 10 ثاني راك ديتها. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أطول آية في القرآن هي هذه آية الدين، راهي الآية 282 من سورة البقرة، فيها خير ربي. نروحوا مثلا سورة النساء، تهدر الآية 21 تتكلم على الأسرة، فوشرت الأسرة. الآية 21 تقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، عسر روحكم. الأسرة عندها قيمة مبنية على عقد اسمه عقد الزواج، ولكن ربي اسمه ميثاق، ماشي عقد نورمال، لا، ميثاق. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، الآية 21. روح لسورة الروم، الآية 21 باش تفهموا عليها، ربطوها. ومن آياته أن خلق لكم من أزواج من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إذا التشريعات موجودة، ذكرنا سورة المائدة الآية الأولى، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقود كل العقود سواء كانت عرفية أو رسمية، جميع الالتزامات، les obligations، التزامات، عقود. صافي ذا القرآن فيه شريعة، إيه نعمه. وكي تقرأ قوله تعالى وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يجي التشريعات المبثوثة في السنة النبوية المطهرة. تقرأوا الإمام مالك الموطأ نتاعو، وتقرأوا البخاري، وتقرأوا صحيح مسلم، وتقرأوا مسند الإمام أحمد، والمستدرك الإمام الحاكم، والسنة اللي راهي موجودة في كتب السنن. إذن أنا وصلت غير رسالة برك باش نقولوا هذا القرآن عنده أثر، أثر في ضبط حركة الإنسان في المجال التشريعي. المجال الأخير اللي هو المجال التربوي الأخلاقي. ممكن قو إنسان مؤمن بربي ما شاء الله، يعبد ربي ما شاء الله، يعص الحلال والحرام، يبعد من الحرام ما شاء الله، وكاين جانب نتاع التربية والأخلاق، وأكيد المشايخ إن شاء الله يكملوا فيها بعد مغادرتي للمجلس، وسأعتذر لكم بعد حين. هذا الجانب التربوي الأخلاقي نحتاجه باش تستقر الأسرة، لازم القيم، لفالور، قيم تربوية. الإنسان باش يتسقم لازم يكون عنده أخلاق، وإلا مشكلة. حتى المعلمين كي يشوف تلميذ يقرأ مليح ومربي، واش يكتبوا ملاحظة؟ يقول جيد ولا ممتاز علما وأدبا، ولا لا لا، يعني العلم والقراء والأدب. الوالدين يفرحوا كي يقولوا الشيخ ولادك ما شاء الله. هاو كي يكون الأولاد ماشي مربيين، سمحوا لي، كي يجي وقت الفصل هذاك الشيخ شكون يروح يجيب البيلتان هذاك؟ يهربوا كاع. ممكن الأب يقول لمرته روحي انتيا، وممكن هي تقول أنا رحت المرة اللي فات غسلوني الأساتذة، درك روح أنت، روح أنت تقابلهم. سمحوا لي على هذه، نبدأوها من التلاميذ ونطلعوا، لأن الأخلاق نحتاجها، نحتاجها حتى نموتوا. لذلك ربي سبحانه عز وجل
قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أداة التحقيق جاء بعدها فعل الماضي. قد أفلح من زكاها. التزكية التربية عندها قيمة بزاف، ونحتاج كامل إلى هذا الجانب التربوي في حياتنا الفردية الذاتية، في حياتنا الأسرية، في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا الاقتصادية، في جميع مجالات الحياة. والنبي عليه الصلاة والسلام الخاتمة قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هناك روايتان، الأولى مكارم الأخلاق، هناك رواية للإمام البخاري في الأدب المفرد رقم الحديث 273 إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا كانت هذه الأخلاق راهي موجودة في حياتنا في مجتمعنا، المجتمع يتسقم ونعيش كاع في سلام وفي سلم وفراحة إن شاء الله. وبذلك حاولنا باش نقدموا شوية أثر القرآن في حياتنا. ربي يحفظكم ويستركم وينصركم، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.